السلام عليكم، أنا سارة، كيفكم أصدقائي؟ منطلع عليكم اليوم بركن الصلاة اللي عملناه بأول رمضان، وبصراحة إحنا ارتحنا فيه كتير، مشان هيك بنخليه بعد رمضان كمان. بحب أذكركم أصدقائي باستغلال هذا الشهر الكريم قدر المستطاع، لأن ربنا بيضاعف فيه الحسنات، وشهر رمضان أوله رحمة أوسطه مغفرة وآخر عتق النار، فمن يحسن اللي بعد في أوله يكسب رحمة الله، واللي بواصل حسن صيامه وقيامه ربنا بيغفر له ذنوبه، واللي بيختم رمضان بنفس الهمة ربنا بيكافئه وبيعتق رقبته النار. الله يجعلنا جميعا من عتقاء هذا الشهر. مشان هيك لازم نجتهد بالعبادات المختلفة مثل الصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء، وكمان لازم نجتهد بكل مجالات فعل الخير وسعادة أهلنا وأي حد يحتاج حوالينا. رمضان سباق لجمع الحسنات، واللي بيستغله أحسن استغلال بضل الأثر موجود بنفسه بباقي الشهور. ما لازم نضيع كتير وقت على لعب الأجهزة الإلكترونية إلا من باب الاستراحة القصيرة. وأنا وماريا كتير قللنا من الألعاب الإلكترونية، وحبينا بدالها نحفظ ونراجع بعض الصور القصيرة من القرآن رمضان وبعد رمضان إن شاء الله. إن شاء الله رح نراجع هاي الصور معكم بفيديوهات قادمة. انتظرونا أنا وماريا، إلى اللقاء.